تفضل. ليش؟ الفطور بس. بالمناسبة الإنسان ما مفترض يأكل عشان يشبع، مفترض يأكل عشان يعيش. وعش كيف نتي أنت قلت لي مجوع؟ بالعكس، دي نظام صحي ومفيد جدا للجسم. دي خضروات، الإنسان في الفطور ما مفترض يتناول غير الخضروات وقليل من النشويات. سمع الغريب وين؟ لا 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 لا، العيش فيه نسبة عالية من الكربوهيدرات، عشان كده مدير بالصحة وأنا زوجتك عاملة لك نظام غذائي متكامل. اتفضل هنيا. بتعمل في شنو؟ لا 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 لا، الشراب بعد الاكل مباشره ممنوع، انت لازم تشرب بعد فتره. ده بالمناسبه كلام علمي. سمح سوي لي شاي. لا 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 لا، الشاي بيمتص كل المواد الحديديه الموجوده في الطعام، عشان كده لازم انت تشرب شاي بعد نصف ساعه من الطعام. اوكي اوكي. جمال ده يتأخر، مفترض يجي البيت بدري عشان يتعشى بدري وينوم بدري. أنا الليلة بحضر له العشاء المفيد. انت ما تاخده والله يا جمال، انت لا قاعد تاكل ولا اي حاجة، مقاسش من الاكل. اسمعني، بكرة وانت جاي جيب لي معاك 2 كيلو لحمة ضان، وجيب لي 50 عيشة، وجيب لي صينتين بسبوسة، والتانية شكلها لي. سامع؟ والله ناسي في عصيرة بملح نعيمية. يا زول هي هي هي، اشفق علي روحي. وشنو؟ قول بسم الله، انت شو تبلع كده ده؟ يا اخي وشيل لك ده مضر، الذول ما بياكل عشان يشبع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اللحمة اللي قلتيها فيها الكوليسترول، والعيش فيه الهيدروليك. ونمرة ثلاثة وده المهم، بطريقتك دي انت هتعدي من التعريفة يا زول. هي تحرسك بلدك، انا خلي مرتين قديمة. اقول لك قولة، انت طلقانة طلقانة طلقانة، وانت ماشي جيب لي معاك جردل المديدة.